السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا اخوان. انا يا مواطن مدينه بركان كنناشد هاد الناس باش يشوفوا لي شي حل ما بيني وبين الزوجه ديالي. نعم اخويا. ما عاد اخويا انا انسان معاق. انا كنت بصحتي وكنت عندي الصحه ديالي وكنت صحيح. ما كانش محيد لي رجلي. هذا دابا هادي يلاه عام باش حيدوا لي رجلي. عاد مع كنت صحيح. كنت عندي كنت نوزن قنطار و 6 كيلو. دابا وليت نوزن 24 كيلو. هادشي اللي كنطلب من الناس باش يعاونوني يشوفوا لي شي حل مع هاد المراه هذه. انايا دابا تقريبا 34 سنه راني في بركان. انا الاصل الاول كاع كنت خباز وتعلمت الصنعه مع واحد الكازاوي. تعلمت الصنعه ديال الفرارن. الفرارن هاد ديال الالكترونيك ديال لي فور الكترونيك. تعلمت الصنعه ثاني درت الكراج ديالي درت المحل ديالي وليت نبيع وليت نشري وليت نشري شي سلعه نبيع السلعه كلشي ديالي وندخل معايا الخدامه الحمد لله كلشي كان واكل معايا. حتى خدامه بغيت نجيبها ما كنجيبها كان معايا 12 لواحد رسميه تخدم معايا فهمت وكنت لاباس عليا الحمد لله. المهم ما كان خصني خير ولا بغيت حتى الكراج نوريكم اللي كدير فيه السلعه ما كاين حتى شي مشكل وراني طلقت كلشي صافي. السبب ديالي هو الزوجة هادي هي. هاد الزوجة هادي هي تعرفت عليها قالت لي يا ودي نتزوجوا. قلت لها ودي انا ما نقدرش نتزوج هاد الساعة. بقات كدور بيا تاع عماتني عميت. قلت لي شوف اجي الا ما بغيتش تتزوج بيا اجي غير خطبني من دارنا وما يخصك حتى شي خير. انايا عميت وهي ماشي هي كانت طامعه خصها دير اي وسيله باش تشدني. قلت لي شوف جيب غير والديك ويكون الخير. قلت لها واخا هذا حل. صونت لي قالت لي في الراك. قلت لها ديرني في الكراج. قالت لي شوف نهار الفلان الفلاني غتجي عندنا للدار غتجيب والديك وتجي. قلت لها واخا كاين حتى شي مشكل. هي هذيك مشيت انا سيدي لدارنا قلت لوالدها اش كاين والدها ما بغاتش تجي معايا. نقولوا الحقيقه نقول لك الواقع. بقيت مع الوالده بشويه تجت جيت معايا الوالده طلعنا. ملي طلعنا وصلنا مع شي الخمسه ونص ديال العشيه هكاك لقيت واحد شكل خر ماشي جاي خرجنا نخطبوا ولقينا العرس. ها المشكل لقينا العرس هي خصها اي وسيله. الله يرحم بها الوالدين هي هذيك. المهم انايا قلت لها شوف اش درتي. قالت لك المهم غير صبر هذه الليله هذه الصباح يحن الله. قلت لها واخا. فوتنا ديك الليله الوالده ما بغات تضحك ما بغات تدير حتى حاجه. كانت معايا تا الدري خويا ومرته. قال لي اش هادشي هذا هو خويا راه قال لي ما كاين. قال لي كل قال مركوم مش بحال دابا مش بحال هاد الساعه مش بحال دروك مش بحال. قلت له شوف غير من الصباح ويحن الله. الصباح قلت لي الوالده نوض اري وصلني للدار. مشيت ديت الوالده للدار وصلتها وجيت نيشان من سي سليمان الغرب البركان. مش عندي الكراج عندي الخدامه ديالي خصني نجي. جيت حليت الكراج ديالي الخدامه قال لي فيك تيفي مشيتي بغيت نقول لك الخدامه شقوا عليا كاع صافي خليتها هكاك. دوزت واحد 3 ايام قال وصل عليا. قلت لي شوف دابا هذاك الشيء اللي وقع دابا تكري لي. قلت لها ما نقدرش نكري لك انايا ما نقدرش نكري لك هاد الساعه انا وين. وانايا كان عاطيني ذاك الباترون كان عاطيني واحد برطمه كدير عاطي فيها دير فيها اختي. ما كاش كنخلص لها غير الماء والضوء. اختي مسكينه ما عندهاش حاله ضعيفه. انا كان الحمد لله كان ربي ميسر عليا. هي هذيك قلت لها نشوف مع اختي ثاني ما بغاتش. بقيت نوت انا واختي وتي زكاه. قلت لها شوف الا ما دخلتش هي هادشي بحالك تعميت عماتني. بقيت نشوف حتى حاجه غير هي وصافي. قالت لي اختي ما كاين حتى شي مشكل واخا جيبها. عطيتها البيت مع اختي. جلست مع اختي 3 شهور مشات لي عند اختها الفاس. نمشي لاختها الفاس دوزت واقيلا واحد 3 ايام 4 ايام ولا 5 ايام هكاك هي صوني ليا. قلت لها شنو قالت لي انا لقيت لي درنا الكاغط. قلت لها ودي واش بغيت تديني الحبس ولا راه ما نديرش الكاغط. قال لك انت خاطيك الشغل هذيك المحاميه طلقتني
راه هي غتدخلنا هذا المشكل هذا هو تزوجني. قلت لها انا ما نجيش، انا ما نبغيش نبان. قالت لك خاطرك الشغل انا ندبرك، قلت لها ديري اللي بغيتي ونتلاقاو في المحكمه، شي اللي غنديرو انا وياك. قالت لي واخا. هي اللي قالت الدوسي، هي جابت دارت السكنه، دارت كل شيء هي ودفعت. تغوت لي قال لي شوف نهار الفلاني غادي تجي راه عندك جلسه. مشيت ديريكت من المحكمه، دخلت السلام عليكم السلام، ار لاكارت ديالك ها لاكارت شنو هكايه اللي يخرج لبرا سير ليه مشي برا كاع سير ليه وقف شنو وقف الا جيتي انتيا كيسولها غير هي الاولى غيسولها. قال لها شكون هذا؟ قالت له قلت له راجلي. قال لها كنت عايشتي؟ قالت له معاشره ديال الزوج ديال الزوج. قال لها واخا. قال لها شنو بغيتي دابا؟ قالت له بغيت تبو الزوجيه. قال لها واش حامله؟ قالت له حامله. قال لها واخا زيدي ليه. قلنا سيرو حتى الجلسه. عطانا واحد المده ديال الجلسه. هي قلت لها انا غادي نمشي. قالت لي لا. قلت لها غادي نمشي. جيت انا وياها جيت معايا وجيت نهضروا الواقع. جيت معايا وجيت دوز شي ايام. عندنا المحاميه قالت لها خصك تجي لعند الجلسه ولكن يطلبوك الشهود. مشات هي سبقتني قلت لها شي وجي شهود. قال لها انا قلت لك في الاول راه غيطلبوك الشهود. قالت لك خاطيك الشغل انا ضربه كلشي حسابي. قلت لها المهم انا غاسوق غاسوق. مشات هي هي ما تدور على الشهود حتى واحد ما بغاش يديها حتى واحد. قالت لها هذيك المحاميه سيري للطبيب جيب لي شهاده طبيه. هي ما تدورش على الطبيب واحد ما يعطيها لها. شنو الحل ديالها الوحيد؟ خاصها المهم دير التوجيه باش ما كان كتجيب شهاده الاصول كتجيب راجل اختها ولد اختها حلفوا بيمينهم بان وهذوك ما حاضرش في العرس. في العرس السيد اللي كان حاضر فيهم واحد في ذاك العرس اللي يحكم عليا بالمؤبد. واحد فيهم العري واحد فيهم اللي كان حاضر في ذاك العرس يحكم عليا بالمؤبد. دوز جاب ذوك الشهود دوزوا ذوك الشهود داز بهم. حنايا انا جيت بحالاتي لهنايا جينا انا وياه بقينا جالسين. حتى قلت لها محمد قالت لنا صافي مبروك عليكم. قلت لها شنو هو؟ قالت لها ودي راه الكاغد ديالك مخرج. قلت لها واخا. قلت لها ما كاين حتى شي مشكل واخا سيدي هاتوا جوج يا خرج واش اخر. قلت لك صافي دابا انتم مزيان بقى لكم الكاغد. قلت لها خصنا نضربوا كاغد. قالت لي واخا. بقات عليا اليوم غدا اليوم غدا. قلت لها خصنا نضربوا كاغد. انا علاش خصني باش نزيرها شهاد الاصول ما عليكش شهاد اخر شنو الشو ديال التوجيه. قالت لهم من بعد نضربوه بقى هكاك كتبوا الجوجيه بقى هكاك. يعني الكاغد ما بغاش ديرو كاع هي ناويه غير غدر. بقينا سيدي اليوم غدا دوزنا سيدي ب 2010 كتكريت لها في فاس. انا علاش المره الاولى صافي كنطلقوا انا المره الاولى هذيك كيف انا باش حيدت انا مبركي لسا كيت ما سيدي عام وكنتلاقى واحد البريطمه. قلت لي ودي واحد البريطمه. قلت لها ما كاين حتى شي مشكل شريها حسنا من الكريه لكن خاصني نخرج على الكريه نشريها عشان كانت عندي الفلوس عندي الكراج ديالي عندي الخدامه عندي. المهم قلت لها غادي نبيع غير جوج بياسات ثلاث بياسات غادي. قلت لي واخا. مشيت جيت اسيدي هنايا جيت اسيدي هنايا البركان بعد شي بياسات بعتهم وكنطلع كنطير السيد العربون لقيتو جوج مليون خرج الراهن والصدار ديالو قال لي 3 شهور واجي تكاتب. قلت له واخا. دوزت 3 شهور طلعت من هنايا وها قول له الرمال راه حاضر. عطاني 500000 زيدها لي الرمال راه حاضر عطاني 500000 زيدها لي دوز. قلت له غنشري البرطنا راني بعت شي بياسات وهذاك الشيء. قال لي هاك 500000 انا كنعاود لك هو نمشي نقلدو قدام سمعو جميع الرمال يعني 500000 واخا. طلعت سيدي خلص سيدي قلت له يلاه نمشيو نتكاتبو. قال لك سيدي يلاه نمشيو. دخلنا عند القاضي قالت لي شوف علاش ما تدخلنيش معاك وهذا وهذا وانا مرتك وهذا وهذا راني نهزك ونديرو ونديرو. لا واخا زيدي يلاه. قلت له دير سيدي نصي ونصها. درنا سيدي نصي ونصها. الكواغط داتهم ما كانش وش كواغط شنو واش نكتب فيهم كاع لحد الان لحد الان هذه حكايتي لحد الان. القاضي التوثيق ديال العدول فين هو الكاغط ما كاينش كلشي داتو ديال فاس كلشي داتو ما خلات لي حتى حاجه واخا
دوزنا واحد دوزنا واحد المدة. قلت لي شوف يا ربي مرض بالسكر، انا ما كانش فيه السكر، صحيح برجليا كلشي تمشى وكنجري كلشي كنجري كلشي صحيح برجليا. قاسني السكر خنزوريه جوج رجلي جوج صباع، مشيت درت العمليه فاس. انا كنت ندير العمليه هنا في بركان، قلت لي لا اجي الفاس ديرها ديرها لي فاس. انا علاش باش ما يوش ولادي ما يسيقوش الخبار يجيو يديرونجيها. نصبت عليا، مشينا سيدي الفاس ديري العمليه الاولى ما نجحتش، ولاو عاود لي العمليه الجوجه، العمليه الجوجه حيدوا لي الرجل. قلت لي شوف انت دابا ما بين الموت والحياه، رد لي النص الاخر كتبوا لي ياك. شوف لا نكتبوا لك ما نديرلكش بيع، غندير لك صدقه ولكن مدى الحياه. قلت لي حتى هذه هضره. قلت له واخا زيد يلا. مشينا سيدي القاضي، قلت لها القاضي، قلت لا خصني نمشي عندك القاضي اللي كتبنا عنده الاول. قلت لها بحال بحال القضيه بحال بحال. قلت لا هي دار بحسابها. دخلنا القاضي قال لي شنو كاينه. قلت له غادي هاد النص ديالي غندير للمراه ديالي هيبه. قال لي ولا ديرها صدقه. قلت له بحال بحال صدقه. قال لي لا غير ديرها صدقه احسن. قلت له شوف الا كانت صدقه غديرها لي مدى الحياه، من نموت ديها الله يعاوننا. قال لي هو صافي. كنا انا هي وهي واختها، بقينا جالسين حنايا برا، هي بقات مركاتي باش الماكينات طق 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 اش دير لها. ما دارش مدى الحياه، مدى الحياه ما كتبهاش هي. ديك اللي نسيني قلت له هي ما دارش من مدى الحياه. قال لي بحال بحال معليش عشني وهي لا اربع سنة سنين له اللي بحال دات هي كل شيء خلاتني غير كاغت خاف اش غادي ندير. واخا طالب من جلالة الملك والناس اللي كيشاهدوني هما يحلوا لي تحقيق في هذا الكاغت، ويجيبوا لي هاد الشهود ويجيبوا لي هاد الناس اللي شهدوا بهذا، وحتى القاضي اللي عمري جبت له انايا شهاده طبيه او جبت له شهاده العزوبه او جبت له شهاده التعدد يحكم عليا باش ما بغيتي. انا حتى حاجه ما جبتها انا، هي كيقول لي غير سني كنسني، ما كاين حتى حاجه جبتها لهم. انا كنطلب من سيدنا وهو يفتحوا لي يفتح لي تحقيق بهذا الشيء هذا. هو انا عندها هنا النصب والتزوير، ونصبت على يد ديال رزقي وخلاتني. شوف انا حالتي كي دايره، عندي غير رجل وحده، رجل وحده وخلاتني انا بهذه الحاله هذه هي. وكنطلب من الناس اللي كيشاهدونا وهما يعاونونا الله يرحم بها الوالدين.